ده أكيد صباح الخير لكل حدا انضم لنا ولا مشوارنا الصباحي على قناة المحلية وقناة أوغريت. مثل ما كنا عم نحكي بالفقرة الحوارية الأولى، المجتمع المحلي دائما موجود بالجمعيات وغيره، ودائما بمحافظة اللاذقية في العديد من الجمعيات التي تعنى بالمشاريع، أصحاب المشاريع الصغيرة، ومن أهم هي الجمعيات هو والدوائر هي دائرة تنمية المرأة الريفية. منال، دائما بنشوف رعاية المرأة الريفية العديد من السيدات، شفنا كثير وبنستقبل العديد من الضيوف والسيدات اللي بيختصوا بالأعمال الصغيرة. خلينا نقول أكيد علا، ونحن اليوم محورنا رح يكون عن أهمية التعامل مع المرأة الريفية. يعني اليوم أي مهندسة ممكن إنها فعلا تفوت على المجتمع المحلي، كيف لازم تتعامل مع المرأة الريفية، كيف يمكن أن تبحث عن الثغرات الموجودة في هذا المجتمع، حل هذه الثغرات، التعامل مع المرأة، وجود الحلول، وضع عفوا الحلول لكل ما يجري ضمن هذا المجتمع المحلي. هذه كانت الدورة التي أقيمت في مديرية الزراعة وهي للمهندسات حول آلية الدخول إلى الكرة التنموية، وحول هذا الموضوع رح يكون معنا المهندسة رباب وردي دائرة تنمية المرأة الريفية. أهلا وسهلا فيك دكتورة رباب. أهلا وسهلا فيك. وأيضا المهندسة غادة الزيدان وهي مشاركة في الدورة. أهلا وسهلا فيك. يسعد صباحكم، نورتوا صباحنا. بالبداية رح نبلش من وقت ما ختمت منال دورة المهندسات حول آلية الدخول إلى الكرة التنموية. نحكي الكرة التنموية، تعريف هيدي الدورة. نعم، هي دورة بضمن الاستراتيجية التي تمخضت عن مؤتمر تطوير القطاع الزراعي في وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي، مديرية التنمية الريفية الزراعية والأسرية. كان من أهم المحاور للتنمية الريفية العمل على بناء النموذج التنموي أو القرى التنموية. فالعمل على هذا النموذج، هناك مجموعة من الخطوات والآليات، تحديد مسح القرى، إعداد الكوادر الفنية من أجل تحديد القرى، الاستبيانات للعمل على النهوض بواقع المجتمع الريفي. فكان ضمن خطتنا لهذا العام تدريب السيدات المهندسات مسؤولات التنمية الريفية على آلية الدخول للقرى التنموية. كيف يعني أنا بدي أفهم خصائص هذه القرية، كيف بدي أحدد مشكلات هذه القرية، كيف بدي أحدد الفرص، المخاطر، كيف بدي أقسم أنا مجتمع القرية، الفئات الموجودة، فئات الشباب، فئات النساء، الرجال، العاملين، غير العاملين، شو هي المشكلات، كيف بدي أتعرف أنا على القيادات الريفية، كيف بدي أشكل لجنة تنمية مجتمع محلي تشارك أنا وياهم لوضع خطة عمل تنموية لهذه القرية. كانت خطتنا 4 دورات، هي الدورة الأخيرة، خضع لكل دورة 15 مهندسة لآلية العمل، كيف أنا أدخل المجتمع، شو هي آلية البحث، آلية تعبئة المقابلة، الاستبيان، لحتى أنا أتوصل لكافة أطياف المجتمع الموجود في القرية والعمل على وضع خطة عمل تنموية لهذه القرية للنهوض بواقع هذه القرية. انطلقت هذه الفكرة من زعامين بوزارة الزراعة مديرية التنمية الريفية بقرية قطرة الريحان في سهل الغاب بمحافظة حما، وهذه النموذج معمم على كل المحافظات، ونحن إن شاء الله رح نطبقه بقريتي كساب وعين التينة. جميل. طيب اليوم عندما تتحدثين عن خطة عمل تنموية، نعم، يعني أنا اليوم عندما أضع هذه الخطة يجب أن يكون هناك محاور، أهداف، نعم، لكل أكيد هذه الخطة. نعم. كيف تمت أستاذة غادة، كيف تم اليوم تفهمكم لهذا الموضوع؟ يعني أنا اليوم عندما أنخرط بأي مجتمع محلي مثل ما حكيت الأستاذة رباب لازم فوت بكل تفاصيله، هاي الخطة كيف رح ننطلق فيها نحن من البداية؟ تفضلي. لا، نحن من البداية لحتى ننطلق بأي مجتمع نحن لازم نعرف يعني الأشخاص الأساسيين المؤثرين بالمجتمع. لازم نبدأ بعلاقات اجتماعية مع أفراد المجتمع. مجرد ما دخلنا نحن وحاولنا نتعرف على الأشخاص المؤثرين بالمجتمع بصير فينا نحن نغير شوية أمور، نعرف الأمور اللي عم تسبب المشاكل ضمن المجتمع. وبصير بهالطريقة هيدي بس نعرف نحن المشاكل بنحاول نوجه للحلول. حلو. بس أهم شيء العلاقة اللي فيها الثقة بين المهندس اللي عم يدخل على مجال التنمية
وبين الفعاليات المؤثرة فعلا للمجتمع. حلو. هون كنا عم نحكي أستاذة رباب عن المهندسين الزراعيين، الدورة كانت باختصاص المهندسين الزراعيين، كيف كانت المشاركة وكيف تم التركيز على الأمور والإرشادات لهذول المهندسين؟ خلينا طبعا كانت المشاركة كتير جيدة، وكان في حضور لافت من جميع الزملاء المهندسين والمهندسات الزراعيات موجودات في وحداتنا الإرشادية. طبعا نحن بمجال عمل دائما في خطة تدريب للفنيين والفنيات على هذا العمل. طبعا في تفاعل من قبل الكادر للتدريب لزيادة الخبرة المعرفة، أيضا تبادل المعلومات والخبرات بيننا وبيننا، لأنهم هنا على الأرض متواجدين بشكل مباشر مع المزارع مع المرأة، فبالتالي هنن عندهم خبرة ميدانية بيسقلوها ببعض الخبرات العملية، بعض التوجيهات الأكاديمية أنه أنا مثلا كيف منهجية العمل، كيف أنا بلش مثلا، كيف بدي أعدد الخطة، كيف بدي أنا لسق المجموعة الفلاحية، كيف بدي أختار اللجنة، القادة المحليين، كيف أنا ممكن أدرب القادة المحليين ليكونوا أعضاء باللجنة، وكيف نحن بدنا نشتغل على تقسيم الفئات المجتمع حسب الفئة العمرية. حلو. وشو هي الخطط المناسبة لكل فئة، وكيف أنا بدي أحول يعني استفيد أنا كمهندس على الأرض، شو عندي فرص، شو عندي مخاطر، شو عندي تحديات. حلو. كيف أنا بدي أحول الاحتياج إلى هدف. طبعا هي بتجي عبر استبيانات معدة بهذا الغرض، بتتوزع على العينات من كل فئة عمرية، بنعمل لها تحليل لهي الاستبيانات، وبنشوف من بعدها الخطة شو هي الاحتياجات، شو هي الأهداف، وبعدين كيف بدنا نحط الحلول ونحط هون خطة العمل. الاستبيانات اللي يكون هاي القرية عن الاحتياجات، اي طبعا لكل عائلة، لكل أسرة ساكنة بالقرية حسب الفئة العمرية. طبعا حلو. طيب حلو. اليوم حضرتك عم تحكي عن خطة يعني ممنهجة وصحيحة حسب الخطوات، لكن يتضمن العمل بها لتنفيذها على أرض الواقع بشكل كامل وقت. أكيد. إمتى ممكن أنتوا تبلشوا وإمتى ممكن تنتهوا كفترة يعني تقريبيا؟ هلأ بالدراسة أي مجتمع طبعا فترة الدراسة قد تستمر شهر على مستوى قرية، من خلال تعبئة الاستبيانات، من خلال التفريغة، بعدين نحن بنشوف بنحط جدول الاحتياج، بنحوله لهدف مثلا شو هي طريقة حل هذه المشكلة، بالإضافة إلى مخطط زمني. مثلا أنا مثلا بهالقرية بحاجة مثلا مثلا إلى بحاجة إلى دعم عن طريق مثلا تقديم بزار، تقديم حديقة منزلية، عن طريق معونات، بحاجة هذه الخطة للنهوض بالواقع مثلا تعبيد طريق، نشق طرق زراعية ضمن هاي الخطوات. فنحن مثلا نحن هذا الهدف شو بيستغرق وقت من بالتنسيق مع الجهات الأخرى، فنحن من خطة عمل تتراوح بين سنة لسنتين كحد أقصى حسب الأهداف المدرجة ضمن خطة العمل التنموية بالتعاون مع الجهات الأخرى. أهداف فقط ولا المشاكل والتحديات؟ طبعا نحن المشكلة بنحولها لهدف، والهدف نحن بنشتغل عليه بترتيبه حسب الأولويات، حسب الأولويات بالتشارك طبعا مع أهم شيء مع المجتمع المحلي والجهات الأخرى، سواء كانت الجهات الحكومية أو غير الحكومية. نحن كوزارة الزراعة نحن أهم الأساسي الشق الزراعي بيتعلق بالزراعة، بالمشروعات الصغيرة بتخص المرأة، بالتمكين الريفي، بالمنتجات الريفية، بالتسويق الريفي، ولكن في شغلات تانية بتتعلق بالبنى التحتية. صحيح. في شغلات تانية تتعلق بالتمويل، هي منتعاون مع الجهات سواء كانت حكومية أو غير حكومية، وأهم شيء أهم شيء تكون كل هالخطة وكل هالعمل بمشاركة المجتمع المحلي. وهن يكونوا مشرفين على تنفيذ هذه المشروعات. صحيح. لنكون أكثر منال والمهندسة رباب وغادة أكثر عن هذه الدورة، دورة المهندسات حول آلية الدخول إلى القرى التنموية، رح نروح لتقرير عن هذه الدورة مع الزميلة نور إسماعيل. مديرية الزراعة في اللاذقية تحتضن دورة لتدريب المهندسات للدخول إلى القرى التنموية بالمشاركة مع المجتمع الأهلي في مديرية التأهيل والتدريب. هو عبارة عن تدريب المهندسين، عبارة عن 15 مهندسة من كافة تقريبا كافة الوحدات الإرشادية، مهندسات المرأة الريفية،
هون نحن عم نعطيهم آلية الدخول إلى القرى التنموية، كيف نحن بندخل لكل قرية تنموية، طبعا كل مهندسي مسؤول عن قرية، كيفية الدخول لهالقرى التنموية وكيفية إعداد خطة من أجل أنه تنمية هالقرية. طبعا هنن كمحاور الدورة هي كيفية أنه كيف هنن بيعدوا خطة حسب الموارد المتاحة. عندنا دورة للمهندسات الريفيات العاملات في الوحدات الإرشادية لدى دائرة المرأة الريفية اسمها آلية الدخول إلى القرى التنموية بالتعاون مع المجتمع المحلي. نحن قرية، نحن منفوت عليها منشوف شو المواد الموجودة، المواد الأولية الموجود فيها، شو عم يزرعوا، شو قديش في فائض لحتى يصنعوه، شو المواد اللي ممكن تصنع، مثلا دبس بندوره، دبس فليفله، دبس رمان، هدول الشغلات بنشوف انه شو كيف طريقه حفظ المواد الغذائيه، المواد الفائض من المواد الزراعيه كيف بيحفظوها وكيف بيسوقوها. بنحاول نعطيهم يعني بنعطيهم طرق لحتى للحفظ بشكل مزبوط، طرق للتسويق. كان لدينا القدرة على اكتساب معرفة أكثر لبناء الثقة مع المجتمعات المحلية، أيضا بناء العلاقات معهم كون أمر أساسي لهيدا الشيء. كمان تعلمنا كيفية نحدد المشكلات اللي بتعاني منها المجتمعات المحلية، احتياجاتهم، أولوياتهم، وطريقة وضع الحلول لهيدا المشكلات ووضع حلول مستدامة إليها. يعني قرية سنوبر في عندي مزارع مثل السندياني، استامو، الحكيم، برك شمسين، الخرنوبة، نبع الرز. هلأ الممكن أنا أتوجه له أنه هنا الزراعات اللي عم يعملوها أكتر شيء عندهم بيزرعوا خضار مساحات كبيرة، فنحن عنا نسبة الخضار اللي عنا مثل ملوخية، كوسة، باذنجان، فليفلة خضرة، فليفلة حمراء، هن شي بينزلوا على السوق في شي بصير عندهم فائض، خاصة بالنسبة للمزارعة دائما نحن بنوجههم نعمل مثل كأني بدي أقولك إنه مثلا مجففات، مثلا بالبامية بنعمل مجففات، للملوخية بنعملها مجففات، الفليفلة بنعمل مجففات منها بنعمل دبس فليفلة. حابين نفوت على القرى يعني أكثر، نتعامل مع الناس ومع المزارعات، حبينا يعني نلجأ شوي للأمور للأشغال اليدوية. كمان نحن بهالدورة هيدي اتطرقنا على هذا الموضوع، مين من السيدات عندها هواية، عندها شوية معلومات، ممكن ان نجمع سيدات اخريات مشان يتعلمون، مشان تستفاد من انتاجها، ونوصل كمان منتجاتنا للسوق المحلية والسوق اوسع شوي. تهدف الدورة الى اعداد الخطة التنموية بما يتناسب مع موارد واحتياجات كل قرية، وتنفيذ الخطة والتعرف إلى المجتمع المحلي بعاداته وتقاليده وأسلوب معيشته. شكرا نور مع كل هاي التفاصيل. أستاذة رباب، كيف كان اليوم محور المشاركين المهندسات ضمن هذه الدورة؟ يعني عم نشوف نحن كلام جدا جميل. نعم. دراسة الخطط، الدخول بالمجتمع المحلي. أكيد. كيف كانت التشاركية معكم وكيف اخترتونا من الوحدات الإرشادية على مستوى المحافظة؟ نعم. طبعا نحن في دائما عبر دائرة التعليم الزراعي في عنا خطة تعمم على كافة الدوائر في المناطق والوحدات الإرشادية انه نحن عنا دورة عن آلية الدخول. فالمسؤولات المرأة الريفية بيحبوا يحضروا بيسجلوا، فحقيقة يعني كان في تسجيل مو بس من مسؤولات التنمية الريفية ومن المهندسين والمهندسات الموجودين ايضا في الوحدات الإرشادية. الغير مختصين حابين يتعرفوا اكثر على هذا المفهوم وعن آلية، لانه هي بتهم كل مهندس يعمل في الإرشادية وفي مجال عمل التنموي. وحقيقة مسؤولات التنمية الريفية يلي دربناهم هنم دربنا تقريبا عنا هنن 100 وحدة إرشادية. نعم. 100 مسؤولة على مدار الأربع دورات لحتى يكون الكل قادر، لأنه كلياتنا في بكل مجال عملنا في عنا قرى في قرى بحاجة إلى تنمية أكثر من القرى، وخاصة القرى البعيدة. صحيح. فبالتالي كان بخطتنا أنه يدرب كل الكادر على هذا المفهوم، على الأساليب اللي الخطة التدريبية. نعم. التي تسقل
مهارة كل مهندس ومهندسة في هذا المجال، وخاصة العاملين في التنمية الريفية، العاملات في التنمية الريفية وفي مجال تنمية المرأة الريفية عندهم خبرة واسعة، ولكن هذه الدورات تسقل خبرتهم أكثر، بتوجه معارفهم وخبراتهم كيف ممكن يستثمروها وفق آلية ومنهجية معينة وتطبيقها على أرض الواقع وهو الأهم. أكيد نعم تماما. يمكن تطبيقها على أرض الواقع منها رح يوقع على عاتق الوحدات الإرشادية، أكيد الدور أكبر، أنتوا على تماس مباشر مع الأهالي، يمكن في مثل ما شفنا بالتقرير نوع من بناء العلاقات مع المزارعين. صحيح. نحكي عن الخطط اللي أنتوا بتتبعوها بالوحدات الإرشادية، كيف بتصير آلية العمل؟ خلينا نحكي مهندسة غاد. هلا نحن بالبداية نعمل استمارات واستبيانات، بناخذ المعلومات عن كل الأسر تقريبا الموجودة بالقرى، بعدين نبلش نحدد المشاكل، نحدد المشاكل ومنحولها لأهداف. هدفنا مثلا وين بتكون المشاكل موجودة أكثر بالقرية، بنركز عليها أكثر وندخل على كل بيت. نحن بدنا ندخل على كل بيت بالقرية، بنحاول نحن نجمع الأهالي عنا بالإرشادية من خلال ندوات، من خلال بيانات عملية، من خلال التعامل المستمر معهم. بدنا نكون على احتكاك مستمر. في عنا جوانب كثيرة نحن نشتغل عليها، جوانب اجتماعية، جوانب صناعات غذائية، في عنا جانب الحديقة المنزلية كتير بنهتم فيه وبندخل معهم بجوانب الزراعية. هلا أنا بتذكر تماما دخلنا بتقليم الحمضيات، اشتغلنا تقليم حمضيات ضمن حديقة منزلية قريبة من الوحدة الإرشادية. دخلنا صناعات غذائية، بتذكر من المواقف صارت معي عندها 3 أشجار رمان موجودين عندها بالحديقة المنزلية وحابضوا ما حدا بيأكله. كيف بدها تحول الدبس الرمان؟ حلو. كمان نحن عملنا ندوات عن دبس الرمان. هلأ ترجع بتواجهنا مشاكل، مثلا المرأة ما عارفة كيف بدها تتصرف ببعض أمور بيتها، بإدارة بيتها. كمان نحن بندخل ضمن الإدارة والاقتصاد، ضمن المجال الصحي بنعمل ندوات صحية. كل يعني عنا نحن منقسم لأربع السنة لأربع أرباع وبندخل بندوات صحية. نعم. حلو حلو. بالإضافة للبيانات العملية. هنا بنحكي عن إدارة منزل مثلا، في أشخاص ما أنا قادرة تدير منزل، قد في تفاعل عم يجوا أشخاص، يعني نساء سيدات عم يشكوا أنه والله نحن ما أنا قادرين نظبط الأمور، شو بتنصحونا مثلا؟ المجتمع المحلي طبعاً عم بيشارك؟ طبعا طبعا بيشارك، بس هلأ نحن بيصير عنا أحيانا انه نحن بنقدم على المجتمع. أحيان. نحن بندخل جولات على هالمجتمع، نحن بندخل على البيوت بنعرف شو مشاكلهم بالبيت. حلو حلو. هيك بيطلع نوع من الثقه. طبعا مشان هيك انا اول ما حكيت انه الثقه هي اهم عنصر بالتفاعل مع المجتمع. اذا ما كان في ثقه بين افراد المجتمع وبين المهندس او الشخص اللي عم يدير الموضوع، يعني من الصعب جدا الشغل. صحيح. اوكي استاذه رباب، هلا الاستاذه غاده عم تحكي عن موضوع جدا مهم، انه نحن في شيء موجود على ارض الواقع تم استثماره. لا. ولكن اللي بتكون فعلا هي ما عندها شيء على ارض الواقع، عم يتم تقديم النصيحه لها من المراه الريفيه، عم يتم تقديم المشروع ودعمها لحتى يصير بين ايديها شيء ملموس. صحيح. يتحول الى مشروع مرأة ريفية. نعم. كيف عم تتم الأفكار، طرح الأفكار، طرح الأمور؟ يعني نحن ندور على الأرضية أو على البنى التحتية اللي موجودة عند هاي المرأة، وكيف نحن فينا نستثمرها؟ أكيد أكيد. نحن بنوجه دائما العاملين في مجال التنمية الريفية أنه نحن نفهم هذا المجتمع، نعمل بيئة حوار، بيئة ثقة. نعم. علاقات تفاعلية بيني وبين السيدة أو الأسرة اللي أنا عم بدخل عليها. ثاني شيء لازم أنا كشخص بشتغل بالتنمية يكون عندي يعني أعرف كيف وجه الأسرة أو السيدة الريفية، شو هي الموارد المتوافرة إلي، شو عندي أنا، شو عندي أنا، شو عندي إيجابيات، شو عندي سلبيات، شو عندي فرص، شو عندي مخاطر، شو عندي تحديات. نعم. نعم. على المستوى الشخصي أو على مستوى المشروع اللي أنا فيه. فبالتالي أي سيدة، نحن من أي حدا في هالمجتمع عنده نقاط إيجابية. نعم. عنده موارد، عنده في عندنا كثير سيدات ما عندها موارد ولكن عندها أفكار، نحن بنحاول نحن وياها نوصل لحل مشترك لحتى
تجسد هالأفكار عن طريق مشروع، عن طريق منحة، عن طريق قرض، عن طريق دورة تدريبية. يعني بتكون هي أحيانا بيكون بحاجة إلى أنه بس دعم كلمة يمكن أحيانا. أيوة. فبالتالي هي الخدمات اللي ممكن نحن نقدمها عن طريق الكوادر الموجودة عندنا على الأرض. مثل ما نعم تحكي المهندسة رباب، يمكن أحيانا حدا بيكون عم يحتاج كلمة كثير. استضفنا نحن سيدات بداية عندهم كان دعم من كلمة من أهل. صح. يمكن قد ايش استضفنا هيك أشخاص يمكن كان بدهم كلمة، يمكن كان بدهم أحيانا دعم مادي. ممكن دائما بيقولوا الطريق لألف ميل يبدأ بخطوة، بحاجة لهي الخطوة الأولى بالفعل. أصعب خطوة نحن صراحة بالوحدات الإرشادية ما عندنا هالشيء اللي نقدمه أكثر من هالخطوة. حلو. أهم شيء، أهم شيء عندنا هيدي الخطوة. هلا نحن بيصادف معنا مثل ما قلت لك أحيانا مثلا في عندنا مزارعة ضمن الحديقة المنزلية عندها واسعة، بتزرع خضار، بتزرع بس المساحات ما كتير كبيرة، صغيرة. صرنا نعمل تسويق. حلو. تسويق ضمن القرية، تسويق ضمن مثلا هلا بالفترة الأخيرة حتى صار عنا نازحين هدول ما كتير عندهم أملاك وقرى وزراعة وهيك، فصار في تسويق بالمقابل للي عنده حديقة منزلية وحابب ينزل ضمن القرية. حلو. فنحن ساعدناها كيف تعرض، كيف التعبئة لهالمواد، كيف تنزل هيك. بالإضافة في عنا مراكز لبيع منتجات المرأة الريفية. صحيح. هيدي المراكز كمان كتير ساعدت المرأة الريفية. صار في عنا تسويق يعني ومجال جديد تحسين المستوى الاقتصادي وعمل مناسب للمرأة. بصير في دافع لتحسين المنتج أصلا. طبعا هلا في عندنا اشخاص في عناية مركزه اكثر وفائق بس حاله التسويق. نعم. اكيد. هلا في اشخاص كثير عندنا كانوا ما عندهم خبره بالانتاج. حلو. هلا في اجونا كثير قسم حابين يزرعوا الفطر. نعم. وساعدناهم شوي وزرعوا الفطر المحاري وصار في تسويق. حلو. اجانا اشخاص من شاندبس الرمان، اجانا اشخاص يعني كثير انه وعندهم منتجات موجودة ضمن الحديقة المنزلية، نباتات الطبية العطرية، كتير شغلات حابين يسوقوها، حابين يحسنوا الدخل الاقتصادي باعتبار هالبلد عم تمر بأزمة اقتصادية، حابين انه يحسنوا الوضع. طبعا نحن برجوعنا الآن سرباب وكلنا مع بعضنا حاولنا اننا ندعم قدر الإمكان. بالتوفيق أكيد لكم جميعا. وبالأخير هو الهدف تطوير هذا المجتمع المحلي بطريقة أو بأخرى وتحسين مستوى بكافة أشكاله. أكيد. الاجتماعي والتنموي والخدمي أيضا. شكرا كثير لكم المهندسة رباب وردي رئيس دائرة التنمية المرأة الريفية في مديرية الزراعة اللاذقية. شكرا لك لوجودك معنا. والمهندسة غادة زيدان مشاركة في هذه الدورة، شكرا لك لوجودك معنا. شكرا كثير لكم ومتابعتكم لأعمالنا، وإن شاء الله دائما منساهم بتحقيق التنمية للأسرة الريفية والمجتمع الريفي إن شاء الله يا رب. شكرا كثير لك.